السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى استعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي كتب فيها ميشيل كيلو مقالا تحت عنوان الشمولية في ذروة جنونها. قال فيه: عبرت الثورة السورية عن انفجار صراع شامل بكل معنى الكلمة بين واقع الشمولية الاستبدادية التي يجسدها النظام ومبدأ الحرية الذي جسده مجتمع سوريا الثائر ضده، بغض النظر عما آل إليه مبدأ الحرية اليوم، وانتهى إلى انتقاله من طور الإعلان المدوي عن نفسه إلى طور كمون متزايد لدى أغلبية شعبية وازنة. وعلى الرغم من أن ظاهرة الشمولية غدت كبيرة الوزن في سوريا بسبب انطباع الصراع بطابع الشمولية المذهبية، فإن هذه الأخيرة تقوم على العداء لما يماثلها من استبداد سياسي قومجي الهوية مارسه النظام الأسدي طيلة نيف ونصف قرن، ولحملات النزعة الديمقراطية الذين ترى فيهم علمانيين لابد من تحجيمهم والقضاء عليهم، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن سوري لا يقاسمهم معتقداتهم. مع تراجع مبدأ الحرية تحت وطأة عنف السلطة، ظهرت التنظيمات المسلحة والأصولية التي طالما آمن النظام بأن معركته معها ستكون أسهل من معركته مع شعب الحرية السلمي والأعزل، وأن قدرته على مواجهتها ستتعاظم نتيجة انحياز قطاعات مجتمعية متزايدة إليه وتخليها عن ثورة لم تعد تعمل بمبدأها الأصلي أي بالحرية، وتجد نفسها مكرهة على اعتماد سياسة جديدة حيالها تأخذ بمبدأ أهون الشرين الذي سيدفعها إلى المفاضلة بين استبداد النظام الرسمي واستبداد الأصولية التي تصعد على بحر من دماء المواطنين عامة ومنافسيها من المقاتلين خاصة. ببعديه المحلي والإقليمي اكتسب الصراع بين الشمولية القائمة وبديلها الأصولي المحتمل طابعا دوليا، تقف في جانب منه قوى متنوعة بعضها ظهري الخطاب، بينما يفتقر الجانب الآخر إلى دعم دولي، ويواجه تعاون دول ترفع لواء الحرية مع حلف الشمولية الأول. لكن السؤال المهم يبقى: هل بلغ هذا الصراع ذروته وشرع ينحسر؟ أم أنه مرشح كما أعتقد لمزيد من التصعيد والتعقيد والاستمرار رغم كل ما يشاع عن مؤتمرات وتسويات دولية في جنيف وغيرها، وما يرتسم في الأفق من بوادر تحسن في علاقات دول ظلت متعادية قرابة ثلث قرن وتبدو اليوم وكأنها تطوي صفحة الماضي وتتجه نحو مسار جديد؟ وبالانتقال إلى صحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا تحت عنوان مالهم غيرك يا الله، قالت فيه: تصريح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA مايكل هايدن أن انتصار قوات الرئيس بشار الأسد في سوريا قد يكون الأفضل بين ثلاثة سيناريوهات مرعبة جدا جدا. يعتبر هذا التصريح أجمل هدية يتلقاها الرئيس السوري منذ بداية الانتفاضة قبل 32 شهرا. يعتبر هايدن أن السيناريوهين الآخرين تفتت البلاد بين فصائل متخاصمة مما سيؤثر على دول المنطقة، واستمرار المعارك إلى ما لا نهاية بين متطرفين سنة ومتعصبين شيعة. وللأسف ما لم يقله هايدن أن سلبية حكومته بتعاملها مع الأزمة يحملها مسؤولية كبيرة بوصول الوضع إلى ما هو عليه. ورغم إدراكها لهذه المخاطر لم تجري واشنطن أي تصحيح لسياساتها فيما هي تدفع باتجاه حل سياسي من خلال جنيف 2، لكن السلبية التي تخطط وتعمل بها فضلا عن تجاوبها الدائم مع الرغبات الإسرائيلية تبدو وصفة لإدامة الصراع لا لإقامة أي حل سياسي. وسيناريو بقاء الأسد
يبدو أنه كان منذ البداية الحل الأنسب للإدارة الأمريكية التي تخشى وصول قوى جديدة لا تعلم مدى قدرتها على بسط السيطرة على الدولة، وهذا ما أعطى الوقت الكافي لوصول قوى متشددة تعمل على زعزعة القوى المعتدلة. القوى المعتدلة الممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والجيش السوري الحر، والذي من المفترض نظرياً أن يتلقى الدعم. تتزامن هذه التطورات مع مواصلة النظام منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في ظل هذا الشتاء القاسي، وهذا بحد ذاته يعتبر جريمة. فكيف إذا ترافق ذلك بقرائن تشير إلى قصف المدنيين وذبح المئات واستخدام الأسلحة الكيميائية؟ الرد الأمريكي على هذا كان الإدانة والدعوة لمحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية دون تسميتهم، والإشارة إلى استمرار عمل وزارة الخارجية الأمريكية مع الناشطين السوريين والمجتمع المدني لتطوير تفهم سليم ومناقشة للعدالة الانتقالية المستقبلية. مثل هذه التصريحات لم نعتد عليها إلا من لجان حقوقية أو مؤسسات مدنية، وليس من قوة عظمى. وعندما تكتفي الولايات المتحدة بالدعوة لإدانة المجازر، يكون المواطنون الوسطاء في سوريا فهموها مبكراً حين رددوا: ملنا غيرك يا الله. كتب فهد الفانك مقالاً في صحيفة الرأي الأردنية تحت عنوان الأزمة السورية إلى أين؟ قال فيه: تأخر كثيرون في الإقرار بأن الأزمة السورية ليس لها حل عسكري، ليس فقط لأن 30 شهراً من الحرب الدموية لم تصل إلى نتيجة، بل أيضاً لأن القوى الفاعلة وراء المعسكرين المتقاتلين لا تقبل الهزيمة. روسيا وإيران وحزب الله لن يسمحوا بإسقاط النظام السوري، وتركيا والسعودية وقطر لن تسمح بانتصار النظام السوري. ولذا فالحرب الجارية في سوريا ليس لها نهاية، باعتبار أنها حرب بالوكالة بين قوى فاعلة من الخارج، والشعب السوري يدفع الثمن. مؤتمر جنيف محكوم بالفشل، وإذا كان يراد له النجاح فيجب أن يكون التفاوض بين القوى الحقيقية الكامنة وراء الأزمة. فلماذا لا يتم التفاوض مباشرة بين الأطراف الفاعلة التي أشرنا إليها أعلاه، على أن تلعب أمريكا دور الوسيط غير النزيه، خاصة وأنها صاحبة نفوذ معترف به؟ النظام السوري من جهة والمنظمات المسلحة من جهة أخرى لن تصل إلى اتفاق، فليس هناك حل وسط، بل قتال حتى النهاية. ولكن ماذا لو اتفقت أمريكا وروسيا كما اتفقتا في موضوع السلاح الكيماوي وتجنب الضربة العسكرية؟ حتى الذين أعلنوا سلفا بأن النظام السوري فقد شرعيته وأن على الرئيس السوري أن يتنحى، أخذوا الآن يراجعون مواقفهم، وأصبح السؤال: إذا ذهب النظام فما هو البديل؟ يبدو أن البديل الوحيد هو تحول سوريا إلى مركز آخر للقاعدة. خلال 2 شهرين فقط قدم كوفي عنان مشروعا متوازنا لإنهاء الصراع، وعندما فشل استقال وانسحب بهدوء. وبعد 2 سنين من العمل غير المنتج، ما زال الأخضر الإبراهيمي ينتظر المعجزة ويرفض الاعتراف بالفشل والانسحاب من العملية كما فعل كوفي عنان. مشاهدينا الكرام، كتب أحمد إبراهيم مقالاً في صحيفة الزمان تحت عنوان الطفل السوري المثلج، قال فيه: بابا الفاتيكان، كيف رشحتك التايمز رجل العام دون أن تنظر إلى طفل العام؟ الطفل السوري المرتعش بالعواصف الثلجية في مخيمات اللاجئين. فلننظر معاً أنا وأنت إلى هذا الطفل يا بابا، وقلبي وقلبك يخاطبه: يا بابا، أنت وقود الصقيع هذا العام في بلاد الشام يا ولدي. أراك مجمدا في الشاشة كما تتجمد في ثلاجة الدجاجة،
تجميد دنماركي فرنسي تجاري، وتجميدك عربي عربي إسلامي يا ولدي. كنت لا أخشى عليك يا ولدي، وأنت تقفز تجري وتنط كما تنط الأرانب في السرك الأبيض، ضاحكا لاعبا بكرة ثلج. إلا أن درجة التجميد هذا العام في بلادك بلاد الشام علت نبضات قلبك وحرارة رئتيك يا ولدي. كلما احتضنت أبنائي في لحاف ناعم الحرير قبلتهم الشفتان، والقلب يذرف دما قبل الدموع على الخدين، لبيت يسكنه غبار الموت للطفل الصغير، والعرش يعلوه فرعون تلو فرعون، أنا ربكم الأعلى ألا تعبدونني؟ فعبدته ونسيتك يا ولدي. قلمي تجنن ولا على المجنون حرج، الحنكة والحيطة والحذر يزحف بها إنسان خائف من أعراض الروماتيزم والجلطة وتصلب الشرايين. أنا أرى أن حياتي نفدت، أيام انتهت، لم يعد لي رصيد من الحياة، ولا بقيت لي ثروة لأتأبط بحقيبة في نادي القمار، ولا دولارا في جيبي أو خاتم ألماس في إصبعي أرمي به تحت أقدام الغانيات. لم يبق لي من الدنيا أنفاس إلا أن أتنفس بأنفاسك أنت يا ولدي. أطفالنا في 21 دولة عربية يريدون أن يلعبوا معك يا طفل البلد رقم 22 يا ولدي. الأمهات في تلك الدول لك بالحضانة، لك بحنان الأمومة، الخالات لك والعمات والجدات، فما الذي يمنع أن يكون لك جناحان وتطير بهما إليهن من الخليج إلى المحيط يا ولدي؟ لكن ربك أرحم بعباده من العبد لأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، ولعله أعطاك جناحين تطير بهما إلى الجنان يا ولدي. بودي واحترامي. وبالانتقال إلى تلفزيون دويتشه فيلا عربية الألماني الذي نشر تقريرا عن وضع السوريين بعنوان السوريون بين لعنة الحرب ولعنة البرد، جاء فيه: وكأنه لم يكن يكفي السوريين الحرب الدائرة في بلادهم وما تخلفه من ضحايا ودمار وتشرد، حتى تأتي عاصفة إليكسا لتزيد الطين بلة وتعمق جراحهم وتزيد من مآسيهم. دويتشه فيلا عربية رصدت معاناة البعض منهم في مناطق سوريا. قام أبو عمر بمساعدة ولديه بكسر أثاث منزلهم القطعة تلو الأخرى، الكراسي أولا ثم الصوفايات، وبعدها طاولة الطعام الكبيرة التي لم يعودوا يأكلون عليها، فقد دفعت العاصفة الثلجية التي تجتاح المنطقة بعائلة أبو عمر لإشعال ما تبقى من أثاث منزلهم شبه المدمر للتدفئة، ولم يتبقى من المنزل الذي تعرض لشظايا قذيفة هاون سوى جدران متهاوية، وهو بلا أبواب أو شبابيك. عائلة أبو عمر تسكن في بلدة دوما بريف دمشق، وقال عمر وعمار ابن أبو عمر وهما يكسران الأثاث لاستخدامه كحطب للتدفئة أنه منذ أكثر من سنة لم يروا لا مازوت ولا غاز ولا أي شيء يتدفؤون عليه السنة الماضية، وهذه السنة حرمنا من الدفء. حال أبو عمر كحال أغلب ساكن الغوطة الشرقية، حيث يقدر عددهم بأكثر من 1,700,000 شخص يقطنون في تلك المناطق، يعيشون في ظل حصار خانق فرضه النظام الحاكم في سوريا ضمن سياسة الجوع أو الركوع، بعد أن سيطرت عليها تشكيلات الجيش الحر المعارضة قبل عام وشهرين. فلا كهرباء ولا مازوت للتدفئة، والوقود انقطع كليا، وأغلب الطرق مغلقة بسبب العاصفة الثلجية. وتجتاح العاصفة الثلجية إليكسا منذ 3 أيام أرجاء المنطقة لتضاعف مأساة السوريين جراء الحروب الدائرة في البلاد. واعتبر الناشط الإعلامي كرم عمر من مدينة يبرود شمال دمشق أن الثلوج غطت على السواد الأعظم لمأساة السوريين، فيبرود وأغلب مناطق القلبون تدور فيها معارك طاحنة منذ 3 أسابيع في معركة أطلق عليها معركة
تحرير القلمون بين القوات النظامية مدعومة بميليشيات حزب الله اللبناني ولوائي أبو الفضل العباس وذو الفقار العراقيان من ناحية، وتشكيلات الجيش الحر وجبهة النصرة من ناحية ثانية. وذكر عمر لدوتشي فيلا عربية أن يبرود وأغلب مناطق القلمون نزلت فيها أكثر التساقطات الثلجية، وهو ما زاد من مآسينا، إذ لا كهرباء ولا مازوت، لا شيء للتدفئة، فالعاصفة فتحت مواجعنا أكثر. وأضاف الناشط الإعلامي أن المعارك في المنطقة منعت الأهالي من تجهيز مستلزمات الشتاء، لا سيما أن هذه المنطقة عرضة لمثل هكذا عواصف. الثلج لم يحمل الفرحة هذا العام للسوريين، حسب وصف الدكتور هشام الذي يقيم في مدينة دمشق. ويقول لدوتشي فيلا عربية: كنا ننتظر كل شتاء الثلج ليغطي مدينة دمشق بالبياض، لأنه يحمل البهجة والسعادة، لكنه لم يفرح سكان العاصمة هذه السنة الاستثنائية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، مع وجود عدد كبير من السوريين خارج منازلهم، معظمهم في المخيمات بدون مقومات الحياة كالتدفئة اللازمة. مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى موقع خبر لار الإلكتروني في خبر له نقلا عن رئيس الوزراء التركي عنوان أردوغان: كيف تنظرون إلى أولادكم والسوريون يموتون من البرد؟ وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نداء للعالم أجمع ولأصحاب الضمائر الحية من أجل مراجعة موقفهم من الأزمة السورية والنظر إلى حال اللاجئين السوريين. وخطب أردوغان اليوم أثناء كلمة له في مدينة أنطاليا العالم أجمع قائلا: كيف لكم أن تنظروا إلى أولادكم؟ وكيف تغمضون أعينكم والأطفال السوريون يموتون تجمدا نتيجة البرد القارس؟ وكيف يهنأ لكم رغد العيش وحلو الطعام وبرد الشراب وليونة الفراش والمنام، والسوريون لا يستطيعون حماية أنفسهم من البرد؟ هذا إن استطاعوا وقاية أنفسهم من رصاص قوات النظام. وأضاف أردوغان أنهم تعرضوا لانتقادات واتهامات عديدة من الداخل والخارج من أجل التخلي عن دعم السوريين والأزمة السورية، موضحا بأن رسائل وصلت إليهم مفادها بأن تركيا أصبحت وحيدة بسبب سياستها الخارجية تجاه الأزمة السورية، وأن تركيا تحولت إلى بؤرة مشاكل مع دول الجوار، داعيا أولئك المنتقدين الذين يلتقطون الصورة التذكارية مع الرئيس السوري بعد أن قتل 150 ألفا من شعبه إلى مراجعة ضمائرهم ومحاسبتها على فعلتهم. وشدد أردوغان على أن تركيا ستقف كعادتها إلى جانب المظلومين وستشد على أيديهم وتدعمهم، منوها إلى أن النمو الذي تعيشه تركيا في مختلف المجالات هو بفضل صمودها أمام الحق وبفضل دعمها لأولئك المظلومين. وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول في خبر لها عن مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي عنونت: تركيا الرابعة عالميا في تقديم المساعدات. أعلن وزير التنمية التركي جودة يلماظ أن المساعدات التنموية التي قدمتها تركيا العام الماضي بلغت 2.5 مليار دولار، منها مليار دولار من المساعدات الإنسانية، وهو ما جعلها في المركز الرابع عالميا بين الدول المانحة للمساعدات. جاء ذلك خلال كلمة يلماظ اليوم أمام المؤتمر الخامس لمنظمات المجتمع المدني الذي تنظمه في اسطنبول منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية تحت شعار الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي. وأشار يلماظ إلى أن المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة يذهب قسم كبير منها لدفع الرواتب العالية وأجور الاستشارات، في حين أن المساعدات التركية ينعكس أثرها بشكل مباشر على الأرض. وأفاد بأن المنظمات الإنسانية التركية تدير عددا كبيرا من المشاريع في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في مناطق الصراعات والكوارث، من أجل محاربة الفقر وإرساء تنمية مستدامة. وعن الوضع في سوريا قال يلماظ:
إن المجهودات التي تبذل من أجل سوريا تبقى قليلة، معبرا عن أمله في أن تتجه الأمور في سوريا إلى الحل في أسرع وقت ممكن، وأن يسود الاستقرار سوريا ويصبح بإمكانها حل مشاكلها بنفسها، مؤكدا أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار. وأكد يلماظ أن عمل منظمات المجتمع المدني بشكل منفرد غير كاف، حيث يستلزم الأمر تعاون المنظمات التي تنتمي لبلدان مختلفة لكي تتمكن من زيادة حجم أعمالها. وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء، كتب زهير سالم تحت عنوان: هذه الأصوات المسيحية لماذا فقدناها؟ أم أن فيها إن؟ قال فيه: كلما أصاب شرر الثورة السورية بعض مسيحي سوريا بوميضه، تتعالى الأصوات المسيحية من شرق العالم وغربه بالويل والثبور وعظائم الأمور. ومهما غلفت هذه الأصوات في صورها البلاغية المنمقة على أيدي خبراء التجميل المحترفين بدعوات الظاهرة إلى السلام وإلى المحبة وإلى الحوار، فهي في جوهرها دعم للقاتل وتأييد له، وتعبير عن فرح خفي بما يقع على أبناء الشام من قتل وتدمير وحرب إبادة. ذلك أن الذي يسوي في خطابه بين الضحية والجلاد، والذي ينظر إلى ربع مليون إنسان سوري كأنهم لم يكونوا شيئا مذكورا، والذي يرى أن هذا المجرم المبير بعد كل الذي أوقعه في سوريا والسوريين، وبعد كل هذا الذي هدمه من العمران والمساجد والمآذن والكنائس، ما زال صالحا لصنع سلام أو لاشتراك في حوار، هو مجرم قاتل مثله بل يزيد عليه. إنه لا أحد على الأرض السورية وفي ركب الثوار الصادقين يريد سوءا بالمسيحية ولا بالمسيحيين، لا في وجودهم ولا في مصالحهم ولا في حاضرهم ولا مستقبلهم. وإن كل قيادات الثورة السورية لا تزال ترمي عن قوس واحدة في الدفاع عنهم وفي إدانة أي عدوان أو بغي أو سوء. ويتساءل سالم: إذا كانت الغيرة على المسيحية والمسيحيين هي وراء كل هذا الضجيج المسيحي، فأين كان هذا الضجيج يوم اكتشف الأمن اللبناني الجريمة الكئيبة الكالحة المنكرة لبشار الأسد وعلي مملوك وبثينة شعبان وميشيل السماحة لاغتيال رموز المسيحية في لبنان، البطرك صفير والبطرك الراعي، ولإحداث أخطر فتنة بين المسلمين والمسيحيين في القرن الحادي والعشرين؟ ولماذا تم اغتيال ضابط الأمن المسلم السني؟ والحديث يجب أن يكون على المكشوف، الضابط الذي اكتشف الجريمة وحمى رموز المسيحية من القتل، فكوفئ على ذلك بالقتل. ولماذا لا يزال البطرك بطرس الراعي يبكي حبا لقاتله بشار الأسد وعلي مملوك وبثينة شعبان أيضا؟ هل هذه الأصوات التي نسمعها اليوم حول العالم هي أصوات حقيقية في الدفاع عن المسيحية، أم أن فيها إن؟ وختم الكاتب: المسيحية أهل الشام الأحق بها، فالمسيح مسيحنا، والمسيحيون نحن أهلهم، وهم في خير ما وقيتموهم شروركم وآثامكم. ومن أراد أن يقارب ملف هذه الثورة فليقاربه بخير أو فليدع. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في هذا اليوم من حديث الصحافة، لنا لقاء متجدد غدا إن شاء الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.